أكد أحد أقارب الفنان الفلسطيني أشرف فياض أن الحكم بحد الكفر الصادر الثلاثاء الماضي بسبب ما وصف أنه إلحاد في ديوانه هو حكم ابتدائي قابل للاستئناف، وأن ما يتداوله البعض على وسائل التواصل الاجتماعي من أن الحكم حكم نهائي غير صحيح. وشدد بأن عائلة فياض ترفض رفضا قاطعا ما تم نشره في بعض هذه الوسائل من استغلال للقضية. يعني تعرف أبو سعد أنت على برنامج ياهل بالعرفج أخذ على عاتق أنه يتتبع الموضوعات وخلفياتها، ونحن نطرح ونوصل القضايا إلى أصحاب الشأن. نحن مجرد يعني مو فاعلين خير، إنما أقول عمال معرفة ننتج، وأحيانا ما يحتاج تخصص. يعني أنت لما تشوف بيارة منزوعة الغطاء ما يمكن تكون معك دكتورة عشان تعرف أنها مفتوحة، لكن أنت تقول مفتوحة ومن يغلقها هو مهل الاختصاص. فنحن نعطي نبذة تاريخية عن الموضوع هذا. الموضوع هذا يعني سمعت روايتين فيه من أهل أبها، تكلمت أصدقائي. يقال أنه الشاعر هذا أشرف فياض صور مقطع للهيئة في يوم من الأيام من سنتين ثلاثة، المقطع اللي انتشر أنه رجال الهيئة يعتدون على الشخص، ف مجموعة حطوا عينهم على هذا الشاب حتى أوصلوه لهذه المنطقة. هذه رواية، وإحنا نقول نروي روايات قد لا تكون صحيحة قد تكون خطأ لا يعنينا. الشيء الثاني رواية أخرى اللي كتبها خلف الحربي أنه اختلف مع صديقه بسبب مباراة كرة في مقهى كرة أوروبية أيضا، وهذا الشخص نبش في الديوان وطلع الديوان، صدر عام 2007 أو 2008، اسمه التعليمات بالداخل. الشعرية متواضعة عند الشاب هذا، شعرية متواضعة جدا جدا. هذه تذكرني بقضية وليمة لأعشاب البحر، الرواية اللي حقت حيدر حيدر اللي بعد 20 سنة حكموه بسببها. أيضا من الأشياء الغريبة أنه يعني إذا تجاوزنا هذه، طبعا للأمانة خلف الحربي قدم المقال لعكاظ، عكاظ ما نشرته. لما حسن عامر طرح القضية في الوطن وكتب جينان في صحيفة مكة كتابة جيدة، خلف أيضا نشر مقال خلف. الحقيقة أنه مقال خلف ومقال جينان في منتهى الروعة ومنتهى الأدب في إيصال الأمر إلى الجهات المسؤولة. هذا التتبع التاريخي. رواية الآخرين يعني من الروايات أنه طبعا هو شاب فلسطيني عايش في السعودية، والديوان صدر عمره 20-18 سنة. تعرف هذه مرحلة مراهقة يا أبو سعد، ممكن الواحد يخلق. هذه في هيئة عسير صح؟ هيئة عسير هيئة. نعم نعم. لأن أنا عندي تعليق على هذا الموضوع. يبقى علق يا سيدي، بروح بصحة العلماء أول شيء وبعدين يجون طلاب العلماء. طلاب العلماء أيوة. يعني شايف اليوم كلمت الأستاذ أحمد ماطر وهو من الأعضاء في القضية ومن اللي صرح للوطن، كان في نيويورك اليوم وصرح لنيويورك تايمز، واليوم الجاردن كتبت أيضا خبر وكانت منتهى الأدب، قالت إن في حركة ثقافية في السعودية وفي حركة نقدية وفي إصلاح من الداخل وفي أيضا هامش وحيادية في السياسة السعودية. والحقيقة كان ثناء كبير يعطي المجال أنك تأخذ وتعطي في الخبر. ما يعنينا يا أبو سعد هذا كله الآن، يعني تكلمنا عن أولوية من كتب حسن اللي هو حسن عامر في الوطن، هو من كتب، بعدين جينان، بعدين خلف، والمفترض أنه خلف الأول بس العكاظ ترددت في النشر. ما يعنيني هو التالي. أول شيء أن الأمر يصل إلى ولاة الأمر، ونحن نعرف ولاة الأمر تعلمنا منهم العدل وهم يحبون العدل. والعدل جينان لمح إلى أنه ما نبغى الجهات الخارجية، نحن لا نريد قبل، أنا صحيح نحترم الجهات بس قبل أمام أنفسنا يجب أن نكون عادلين، يجب أن نعدل لأجل العدل وليس لأجل أن نرضي جهات أجنبية وإن كان مطلوب تحسين صورتنا في الخارج. هذا واحد. ثانيا أن الرجل حكم من أجل قصيدة. العرب ماذا تقول؟ أعذب الشعر يكذبه. الله عز وجل في كتابه ماذا يقول؟ والشعراء يتبعهم في كل واد يهم وأنهم يقولون ما لا يفعلون. هذه قضية مهمة. عمر بن الخطاب يقول إنه إذا اعترف الشاعر بنصه أنه زنى لا يقام عليه الحد. الآن اليوم كنت أقرأ بحث للشيخ صالح المغامسي، بحث طويل على الموضوع هذا، يقول أكثر أهل العلم يقولون إذا اعترف الشاعر بديوانه أنه زنى لا يقام عليه الحد، والحجة أن الله تعالى يقول أنهم يقولون ما لا يفعلون. هذه من النقاط المهمة أيضا. كما قلت لك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ادرأوا الحدود بالشبهات. يعني لو جاني علي قال أنا زنيت أحاول ألف عنه أضيع الموضوع، مو أني أنا أقيم الحد بالشبهة. الشيء الثالث أنا قرأت الصك، الصك أيضا يحتاج إلى إعادة نظر. يقول أنه حتى لو تاب هو يقتل، لأن فحسب ما صدر بالصك أنه يقتل مرتد، يقول حتى لو تاب التوبة لا تقبل. استدلوا بحديث الغامدية التي زنت وجت للرسول قالت أنا زنيت وأعطاها مهلة سنتين لين ترضع وكذا وكذا، قصة طويلة يعرفها على الاختصاص. هذه أيضا مشكلة إذا أنه حتى في الاستتابة ما يمكن استتابته. الصك الجميل فيه أنه ابتدائي
يعني في استئناف وفي كذا، ولا يمكن ينفذ حد الإعدام إلا بموافقة ولاة الأمر. ولاة الأمر أنا متأكد كما أشار جنان أنه لا يمكن يقبل. نحن نريد الآن تخفيف حتى سنوات العقوبة إذا كان أنه كذا، يعني ممكن أنه يعيش خارج السعودية. أيضا في نقطة مهمة في الديوان، أن الديوان طبع خارج المملكة وبكميات بسيطة جدا ومتداولة. حتى أشرف فياض الآن يتنكر للديوان، يقول هذه شاعرية ضعيفة وكذا. هو اشتهر بالتصميم والتصوير الضوئي. أقول قولي هذا وأصلي وأسلم على رسول